شفتوا بقى يا جماعه الارهابيين عسل ازاي؟ بس والله العظيم اللي يشوفهم وهم بيرقصوا ما يشوفهمش وهم بيقتلوا. احنا بكره بقى نشغل لهم مهرجان الدنيا شمال وننزل نلعب قصاد بعض بالسلاح. يا ده اللي يشوف الدنياريين دول وهم كده بيرقصوا والدقن دي بتتهز، يا نهار ازرق، ده الواحد بقاله كتير قوي يا فنديه ما قالش بقيمته. مبسوطين؟ مبسوط بالحفله؟ اهو حلوه الحفله صح؟ دول هينفخونا لو ما هربناش من هنا. انت فاكرهم طيبين؟ عامل لي الزعيم يا ابن الازعه. في انت بتغسل ايه؟ فلتهدى ايها الامير، فلتستغفر، فلتغسل عاره. هيا هيا ممكن بقى نبطل هطل شويه ونلحق ننام شويه وهم مشغولين بره كده؟ اه يلا ننام بس. يا انا صور، يا انا صور، يا انا صور. هو انت اليوم عندك ما بيعديش؟ ما تطلع يا ابني تقعد بره ما دام بيدق عليك كتير كده. هو انت ما بتنامش خالص يا ابو علاء؟ لا. طب علاء ده مش محتاج بابا ينيمه شويه؟ ليش انا ليا علاء ولا اني اسمي ابو علاء؟ في ايه المشكله دلوقتي يعني؟ ولا انا جاعه وشقيق ولا متنا نفسنا فيه الان، هنحصل كارثه. الظاهر ان في مشكله كبيره لازم نحلها يا جماعه. بعد اذنك ممكن بس تقول اخر انت عشان ما لقطتش، هيحصل ايه؟ بقول لك هنحصل كارثه لو ما فصلناش فيه. ايه؟ هنحصل كارثه. كارثه؟ يمكن خلاص هيسفرونا؟ معرفش. طب هنعمل ايه طب دلوقتي؟ هلمه، هلمه يا هشام. استاذ هلمه، انا بحبك، بحبك قوي، ولو انت مش عارف تلمه انا هلمه. ابو وفاء الفلبيني وابو فداء البرسوناليين تنازع وجاء اليك لكي تحكم بينهما. خلصت كلامك؟ نعم. طب اسكت بقى، حد يا جماعه يتكلم يفهمني في ايه. اتسمحوا لي بالحديث؟ الله، شايفين الأدب؟ تفضل يا أبا لحية. لا تتحدث وأنا جالس هنا وإلا كركشت أذنك. كركشت أذني؟ السمع والطاعة يا أبو لي البكتوري. تفضل. هناك متحف كنت أنوي أن أفجره تقربا لله، وعرض علي أبو فداء أن يأتي معي كي يشاركني الصواب، وأخذته معي بحسن نية، وحين وصلنا إلى المتحف صليت صلاة استخارة أن أفجره بالقنبلة الموقوتة أم أفجره بالديناميت، واستغل خشوعي في الصلاة وأخذ المفجر وفجر المتحف وحده وأخذ هو الثواب. فماذا أفعل يا أبي فروة؟ أم أفجر متحفا آخر؟ أم أفجر أبو الفدا؟ أم أفجر نفسي وأفجركم جميعا وأنول الشهادة؟ لا، دعني أفجر في الموضوع. شوف الكلام بقى، ده طلع محترف، ده احنا هواة بقى أخوانا. شش، سميطة. وأنا استغفر. ما رأيك يا أبو كونو؟ ده معجزة، ده أنا عايز أتصور معاه سيلفي وأنا بأكله. وأنت يا أبو حورس؟ أنا عايز أنام، عايز أنام. مش قادر أموت. خيري؟ أنا حاسس إن أنا بحلم حليمة. حليمة، عندك حق يا حريس. عارف أنا ما كنتش أتخيل ولا أتصور إن في كمية إجرام وشر في العالم بالمنظر ده. الناس دي جحدة أوي. وانا يا جدعان بقالنا كام يوم صحيح؟ انا ما بقتش عده خلاص. انا كل اللي طالبه من ربنا حاجتين، ناكل شويه كشري ونمدد شويه، وما دام مفيش كشري يبقى نتخمد نتحرق ننام. يلا نتخمد. يا عم صغوة، يا عم صغوة. الله يخرب بيتك لبيت ابو فروه، البيت فروه ذات نفسها. حريص صاحن، فلتتحدث مع عمك كويس. اتفضل ارغى وسطورة. ان ابو علي سوف يلقي كلمة بمناسبة الامام ابو حزائن ونشيل التنظيم. انه انا هذا الورنيجي. عارف اللي بيكلفني من كل كلامك؟ هلمه، 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 هلمه. الله يعزهم. اللي قدامكم
بيمشي يعمل ازعاج في الشارع، وده بيرمي الزباله في الشارع، ومحدش بيقول له اي حاجه. كده عرفت حاجبكم ازاي. يا نهار ازرق، ده قلب وشه ما يقلش عن 48 كبير. المسافه شاسعه قوي، ده شبه العفاريت اللي في فيلم هاري بوتر، بس مجرم قوي، اسطوره وربنا. يا خرب ازرق على الوش. فين ابو القلم الوحيد؟ انت برضه اللي اتخضيت، ده انا كان قلبي هيقف. ده ما في ايه؟ محسود وربنا، انت محسود في بقك، محسود في بقك. بتقول لي انا ايه يا حذاء؟ اني جئت كي اتعلم منك، كي اتورنش، كي تمصمرني في هذه الصنعه، اني احب التفجيرات، فلتكلمني عنها. لا تجعلني اخذ قلما في نفسي. يا معلم انت براحتك تاخد 30 قلم في نفسك، ده انت غوريلة الصحراء. يلا بقى احكي لي من اول الف بتفجيرات. ياه زمان وانا صغير. هشام عباس، انا كنت شاكك عشان الدوغلاس، نفس الدوغلاس. وبعدين؟ انا اسف. ما تقاطعنيش. هشام وطاعه. زمان وانا صغير قال لي اخواتي الصغيرين. وانت ليك اخوات شبهك كده؟ وبعدين؟ انا اسف. وبعدين؟ هشام وطاعه. سيبنا ركز. اتفضل. اخواتي الصغيرين دول قالوا يعرقوا الصواريخ والبوم ويولعوها ويحطوها في قسايا، يحطوها في بقي، يحطوها في اماكن حساسه. فبقك في اماكن حساسه، ما انت غير ناصحك. ومعنين معاك؟ ومعنين؟ انا اسمع وطاع، انا اسف. قلقت من امك من التنظيم، واول حاجه طلبوها مني ان انا اسمي ولائي. اقفش ولاء بقى، دي مين ده؟ كنت ماشي معاها قبل التنظيم. لا بنفهم بقى. ايه؟ قلقت، قالوا لي اول حاجه نعملها تفقنا اهرم الناس ليه. ليه؟ ليه تعمل عمليه تفجيريه لاهرم الناس ليه؟ يعني هو بيتكلم وبس؟ ما اسمع. انا اسف، ما انا اتفضل، انا اسف. اول عمليه تفجيريه عملناها تتخيل مين؟ ما انا نفسي اتخيل بس ما بعرفش، قول لي انت. واحنا عامل ايه؟ ايوه. واحنا انفقنا اخواتي. ايه؟ اخواتي. فجرت اخواتك؟ اه. ده انت فجار على كده، اسطوره وربنا. وبعدين؟ الساعه كام معاك؟ الساعه تجيلها 8. 8؟ اه. ده معاك تغيير الحراسه. ماشي. هقوم اغير الحراسه ونكمل بعدين. ما تمشيش. صاحبك السلامة. يا نهار ازرق. ده الراجل ده بيعرف بس يتكلم. ده كان ملك العالم كله معاه. شفيق يا ناجي، انا ركب دقن شنب واروح لابوكي. يا ابا فوة، يا ابا فوة، يا ابا فوة، يا ابا فوة، اصحى. موت الراجل ده. في يا ابو علاء، مالك؟ نحن نريد واحد من افرادك لان يقوم بالحماية على مدخل المعسكر. عايز حد يقف حراسة يعني؟ ولا سؤال يقفل. طب ما تختار انت اي حد من عندك. لا يعني انا ولا عن اختيار. طب اختار انت اي حد. من؟ اي حد. لست افهم. اي حد. ماذا اقصد؟ يخرب بيتك يا راجل. يا راجل ايوه. بوسطة. ايه يا اخوي ده؟ ايه ده يا اخوي؟ يكونش حد بعت لي فلوس؟ على الله، يكون حد افتكرني. وده ايه ده يا اخوي؟ انا مش فاهمه حاجه. معرفش بس باين عليه علم ايطاليا. ده علم ايطاليا؟ معلش، اصل انا ما اعرفش غير عالم مصر والهند بس. وقع حضرتك هنا؟ اوقع لك بالمصري ولا بالهندي؟ خلصينا يا ست، ورانا شغل. انت ساكا مكا؟ حياك الله. تكنيله.
يا رب. حتى هنا في الصحراء واقف أمن، إيش معنى أنا؟ الحمد لله، ولا يوم من أيامك يا أفروديت. يقولون أن هناك عملية سوف نقوم بتنفيذها في مصر. ربما نعم وربما لا، ولكن في كل الأحوال الحمد لله. كل لمصر يا أولاد الكلب. يا سيحس هنجيب كشري تاكل. ماشي. يا سلام على موهبتي. ارحى يا معلم، القنبلة دي حمراء وبايظة ولاصقة في السديري. ما هي لازم تلزق في السديري عشان الاتنين يروحوا في داهية. أصل الاتنين احنا قافلين، أجازة الحلاقين. وبعدين معاك، أنت إيه غبي؟ بحاول أبقى مرح. بص دول، ده ديناميك، اسمه ديناميك السجق. ها؟ ديناميك السجق. السجق! طب الديناميت ده بقى بلدي ولا اسكندراني؟ يعني هزه ولا ايه؟ ولا انا بجد انت غبي؟ مش هتعلم حاجه ابدا. السمع والطاعه. وايه ده بقى؟ يعني كل اسلحه الدمار الشامل دي ومعاهم طوبه. طوبه؟ ده انت اللي طوبه. ولا ايه؟ دي طوبه؟ دي طوبه يا طوبه؟ مش معنى قنبله العنقوديه. بس عرفتها العنقوديه دي. القنبلة دي لازم تتغسل زي العنب قبل ما تتفجر. انت تقول هم هنفضل ارهابي في الشاطئ. ليه؟ غني ما تفهمش. معلش سامحني. ودول بقى بنرشهم حوالين العملية يموتولنا 15 20 واحد. هويتوا منظر هويتوا شقل يا حمار. عيد ميلاد تفجير الليل، عيد ميلاد دين ال نفسي تتعلم مني حاجة. نفسي. وانا نفسي انا كمان، بس انا افهمك هتلاقيني بتشقلب في الخيمة هنا. ولا هتتعلم حاجة. إذا كنت أنت اتعلمت أنا مش هن... إيه كمان يا عبد العزيز؟ اللهم لا حسد، نظره قوي قوي، عينه ما بتنزلش من على أي ست ماشية في الحارة، كانت من الحارة أو برا الحارة. وإيه كمان يا عبد العزيز؟ وطول ما هو قاعد بياخد في مشاريب، إيش شاي وقهوة وينسون وشيشة، وأما أجي أطالبه بالحساب يقول لي إيه؟ أنا خالي قبطان. وإيه كمان يا عبد العزيز؟ بصحة فيا يا عبد العزيز أخويا. لا مؤاخذة يعني أنا ما كنتش عاوز أشتكي لك، بس الموضوع بقى زاد عن حزه، والحكاية بقت أوفر قوي. أنت راجل كذاب يا عبد العزيز. اخرس أنت. معلش، كل الأوردرات المضروبة اللي عندك ابعتها لي وهدفع تمنها. لا اوردرات ايه ولا مؤاخذه، احنا قهوه بلد على قدها، بنكتب المشاريب على الحيطه بالطباشيره. ايه ما الحاره بتتطور، لازم يكون ليها سيستم جديد، لازم تتحط كل حاجه على الكمبيوتر عشان تضمن فلوسك. لا سيستم ايه، انت كده خضتني على نفسي، انا لا باكل حلويات ولا دهون، فهمني الموضوع ده واحده واحده. سيبني دلوقتي انت، سيبني عايز اقعد مع عم عبد العزيز شويه. ماشي يا كابيتان. سلام يا عبد العزيز. ما تعيد التحاليل يا عبد العزيز.